حلقه جديده من ترند يلا كوره وانتصار كبير جديد للنادي الاهلي في الدوري. النادي الاهلي بيفوز برباعيه على الجونه في الجونه، والملعب اللي احنا طبعا قلنا اتكلمنا عليه كتير ملعب ساعات بيبقى مش لطيف لاي فريق زائر له. ليه؟ عشان موضوع الهواء والاستاد مفتوح، ولكن النادي الاهلي مع فاير ولا بيفرق معاه يلعب في جو حر في اسوان الساعه 3 العصر، ولا يفرق معاه يلعب في الجونه وفي هواء والاستاد مفتوح. الاداء هو هو، وده دي فعلا النقطه اللي اهم من الفوز الكبير، اداء النادي الاهلي رتم واحد في كل المباريات، ضغط، استخلاص لكوره، الكوره الثانيه الاهلي بياخدها، رغم ان حتى ساعات فاير بيتجه ان يعمل بعض التغييرات في التشكيل زي النهارده ما شفنا الجديد في النادي الاهلي مع فاير. حاجتين عايز اتكلم عليهم، اول حاجه طبعا استخدامه لمجدي قفشه في مركز 8، اول مره السنه دي النادي الاهلي نشوف معاه مجدي قفشه في مركز 8 بعد ما وليد سليمان هو اللي دخل عشان ياخد مركز 10 ورا مروان محسن، واجايل كان واخد مهمه الليفت وينجر الطرف الشمال، وحسين شحات طبعا بالطبع كان واخد مهام الطرف اليمين. لكن النهارده الاستخدام الجديد لفايلر لطريقه 4-2-3-1 اللي كانت في بعض الاحيان بتتقلب ل 4-1-4-1 لما قفشه بيطلع يعمل دور بلاي ميكر تاني جنب وليد سليمان ورا مروان محسن، يعني النادي الاهلي بس في الشكل الهجومي الامامي بيهاجم بخمس لعيبه وراهم عمرو السوليه بأمن خط الوسط، وكمان مع طيران الثنائي محمد هاني وعلي معلول النادي الاهلي بيوصل في الهجوم لـ8 لعيبة في نص ملعب نادي الجونة. خليني اشرح لكم بالظبط ازاي مروان محسن كان بيستلم هنا كمحطة لعب، يخش وليد سليمان ياخد الحتة ما بين الاثنين المساك والفول باك، وحسين الشحات فاتح واخد الخط، ومجدي قفشه بيخش هنا اهو، وكمان اجاييه، وكمان لما كان علي معلول بيتقدم كان بياخد الطرف. الشكل بتاع النادي الاهلي بصراحه كان مصعب الدنيا على فريق الجونه اللي كان عنده مشكله كبيره جدا يبوشه ما قدرش يعملها، وبصراحه ما يقدرش يعمل فيها شيء، ان لعبته ما كانتش تقدر تجاري النادي الاهلي تلعب على خط. النادي الاهلي النهارده كان كل الهجوم لصالحه، وكمان الكره التانيه ببساطه لعيب نادي الجونه كانوا بيلعبوا مارو، بيلعبوا ضيق قوي، فلعيب الجونه الفوت باك بيقف هنا اهو وبيقف هنا مش قادر يفتح المساحه عشان سببين، واحد اللياقه البدنيه ما تساعدوش، لعيبه الجونه ما تقدرش تلعب تعمل ستريتشنج للملعب كل شويه مع النادي الاهلي، امر صعب جدا لياقه بدنيه عليهم ما يقدروش يستحملوه، وكمان اللعيب لوحده الفول باك غصب عن العين لازم يضم لجوه عشان يقفل المساحه اللي ما بينه وبين المساك. ليه؟ لان النادي الاهلي كان بيوصل على خط واحد بيحط 6 لعيبه، انت متخيل 6 لعيبه على نفس اللاين في الخط الهجومي، فامر صعب جدا طبعا ان انت تحاول تستخلص الكره منهم او تقفل المساحه دي، فغصب عنك بتضم لجوه، وبالتالي كانت المساحه بتتساب للفوت باك النادي الاهلي سواء محمد هاني او علي معلول بيعمل فيها اللي هو عايزه. وشفنا ثنائيات كتيره ما بين اجاييه وعلي معلول في الشمال، وما بين حسين الشحات ومحمد هاني في اليمين، كل ده بسبب الخطه الجديده اللي عملها فايلر قدام الجونه. طيب الكره الثانيه للنادي الاهلي في المنطقه دي، النادي الاهلي كان بيطبق حاجه جميله جدا، ايه هي؟ اذا لعيب الكره وهي معايا الكره اتخطفت على طول لازم تضغط على المنافس، يعني نادي الجونه كان بيحاول يستعيد الكره في المنطقه دي ما كانش الهجمه بتقعد معاه كتير جدا على طول، كنا بنشوف اجاييه او على اللعيب قريب من النادي الاهلي بيضغط على لعيبه الجونه عشان يستعيد الكره، واستعاده الكره احنا اتكلمنا عليها في تحليل ماتش الاهلي واسوان كانت مميزه جدا، شفناها النهارده النادي الاهلي بيستعيد الكره بسرعه جدا، نادي الجونه كان صعب جدا ان هو يقدر يجاري النادي الاهلي في الشوط الاول ولا هجمه، زيرو هجمات نادي الجونه. ده النادي الاهلي البدني كان عالي جدا وكان بيستعيد الكوره بسرعه جدا من لعيبه الجونه، فين؟ مش هقول لك حتى في نص الملعب، لا هنتكلم في ربع ملعبهم، النادي الاهلي بيضيع الفرصه هنا او الكوره بتضيع منه هنا بيستعيدها في المنطقه دي ويرجع يدور الكوره بشكل جديد، وبالتالي 4-1 قلت النادي الاهلي مرونه كتيره. والحاجه الثانيه المهمه جدا في الطريقه دي ان اللعيبه قويه من بعض، اللعيبه اللياقيا بتجري مع بعض بشكل مميز جدا، دي شفناها حتى في الهدف الثالث للنادي الاهلي في حلول كتيره، احنا بنتكلم الكوره جايه هنا اهو ليه
جاير عمرو الصغير طالع له، وعلي معلول طالع، ومروان محسن بيخش جوه المنطقه، وحسين شحات بيضم داخل المنطقه، ووليد سليمان بيضم داخل المنطقه، ومجدي قفشه بيستنى الكره تيجي هو عمرو الصغير خارج المنطقه. فانت بتتكلم حلول كتيره جدا، وبالتالي المنافي عنده مشكله، اقفل اقف على حدود منطقه الجزاء، ولا امنع الكره العرضيه، ولا خلي بالي من الوينجر اذا رقص ودخل شاط زي ما شفنا الهجمه اللي شاطها اجاي حاول يحطها ار2 دخل قفشه كملها في المتابعه. بتتكلم النادي الاهلي عنده حلول كتيره، ده عشان اللعيبه عندها لياقه بدنيه، بيجروا قريبين من بعض، ان الكره بتقطع منه التاني بيلحقوا. بالتالي النهارده ليه النادي الجونه مش على عادته شال 4-0 على ملعبه اللي ربما منافسين كتير بيشوفوا فيه صعوبه هناك؟ عشان النادي الاهلي لعب 4-1 في شكل جوني، 4-1 بطريقه مميزه جدا، كان في سرعه في استعاده الكوره، كان في حلول كتيره من على الاطراف، وبالتالي النادي الاهلي بيستمر في شراسته الهجوميه 14 هدف في 4 مباريات، معدل كبير جدا، بنتكلم فوق 3 اهداف، بنتكلم يعني 3.2، معدل كبير جدا لفريق هجومي شرس مع مدير فني قدير متملك من ادواته هو ريني فاير. ولسه طبعا هنستنى الشكل النادي الاهلي في افريقيا يوم الجمعه لما يلعب النجم الساحلي في تونس، اكيد مباراه مهمه لينا عشان نقيم فايلر على المستوى الافريقي. ده كان تحليل النهارده ماتش النادي الاهلي نادي الجونه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، الثلاث نقاط والاداء طبعا، وان شاء الله اشوفكم في تحليل جديد في ترند. يلا كوره، شكرا جزيلا كريم سعيد.